نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة العشرين 19 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي تشارك فيها دولة الإمارات بصفة ضيف، حيث ألقى سموه خلال الجلسة الرئيسية كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة. إن إطلاق الرئاسة البرازيلية للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر خطوة مهمة نحو صياغة سياسات عالمية توفر الحلول والموارد المستدامة، وعليه نعلن عن تعهد دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر برعاية الرئاسة البرازيلية. وستواصل دولة الإمارات جهودها لتحقيق تلك الأهداف على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً للتنمية والسلام والازدهار.